السيد رئيس المصلحة الإقليمية جمهور القسنطيني متعطش لهذه الأجواء. أعدنا معا كلنا أهل قسنطينة أجواء الإنشاد ورتبنا أمورنا كما ينبغي. الحمد لله رب العالمين، الحفل كان ممتاز جيد بشهادة الجماهير. المهرجان الدولي للإنشاد اليوم كان في الافتتاح جميل مع فرقة أجيال، فرقة أطفال يتامى. أن تشرفنا جميعاً لاستضافتنا لهذه التظاهرة، إنها رائعة، وخاصة أنه تم إقامتها في مسرح جميل كهذا. نحن سعداء جداً، شكراً جزيلاً. الحقيقة تكليف وليس تشريف أنك تحضر المهرجان بعد انقطاع دام 3 سنوات في حفل الافتتاح، فإن شاء الله نكون قد وفقنا في الأداء وفي العرض الذي قدمناه. نشكر الجمهور القسنطيني وخوتنا اللي جاءوا من كل ولايات الوطن لأنهم شرفونا في قسنطينة. إن شاء الله هذا المهرجان يدوم طبعات وطبعات أخرى في المستقبل.